مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى مجمع البيال للاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 56. رسالته في الحرية والإبداع، في العلم والتنوع، في الفكر والثقافة، في الفن والأدب، في العيش الواحد والانفتاح والاعتدال. نعم، في الاعتدال الذي كان وسيبقى في أصل تكوين هذا الوطن وسر بقائه واستمراره. سيداتي سادتي، نلتقي في ظروف دقيقة تمر فيها المنطقة بتحولات واضطرابات تضع الوضع برمته في دائرة المخاطر والاحتمالات وتنعكس على وطننا وتفرض علينا جوابا واحدا في تحصين منعتنا الداخلية وحماية وحدتنا الوطنية واعتماد خيار الاعتدال والوسطية. الوحدة الوطنية أيها السادة ليست خيارا بل واجب تفرضه علينا الأمانة تجاه ضمائرنا ووطننا ومستقبل أبنائنا. الاعتدال فضيلة وليس هربا من موقف أو تحاشيا لوقفة أو تجنبا لحق. الوسطية خيار حكمة وعقل وليس تهربا من قرار أو تفاديا لقناعة. الوسطية ليست حيادا بل هي انحياز. نعم، انحياز للوطن ولما يجمع شمل أبناء الوطن، لا ما يفرق بينهم ويرفع جدران الكراهية في كل مدينة وقرية وحي وعائلة. لا يقوم الوطن على ثنائيات الخروج عن الدولة أو الخروج منها ومقاطعتها، بل بالعمل على تعزيز منطق الدولة وتقويتها. لا يقوم الوطن على ثنائيات الإلغاء أو الاستعلاء، بل على احتضان الآخر وتفهم هواجسه. لا يقوم الوطن على ثنائيات الإبعاد أو الاستبعاد، بل على الشراكة الكاملة بين جميع أبنائه. لا يقوم الوطن على خيارات الاتهام أو التخوين، بل على المحبة والإخلاص والوفاء بين جميع أبناء الوطن. لا يقوم الوطن بالرهان على المحيط ومتغيراته ورهن الداخل لهذا الخارج، بل بتقوية المناعة الوطنية. إخواني، لا يقوم الوطن على التورط في أحداث الخارج واستدعائه إلى معادلات الداخل، بل على النأي بالنفس عن كل ما يعرض وحدة والوطنية للخطر. لا يقوم الوطن على اتهام مقابل اتهام، بل على سعي مشترك للتلاقي على ما يجمع ولا يفرق. يقوم الوطن بكل بساطة على قناعة واحدة لا حياد عنها. لا يقوم الوطن على قناعة واحدة لا حياد عنها. الإلغاء مستحيل والإقصاء مستحيل والقطيعة مستحيلة. يقوم الوطن على حوار دون محرمات ممنوعة من النقاش ودون اشتراطات مانعة للنقاش. حوار يقود إلى تفاهمات وطنية تؤكد الشراكة الوطنية وتحفظ الدولة والمؤسسات والاستحقاقات وتحمي السلم الأهلي وتحصن الوطن من المخاطر والشرور وما أكثرها اليوم. إخواني أخواتي، في افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 56 أوجه التحية إلى رسل الكلمة، إلى كل من كتب فأحيا الفكرة، وإلى من نشر فأحيا كاتبها، وإلى من أبرزها في هذا المعرض. عنيت بالذات النادي الثقافي العربي فله الشكر على هذه المناسبة المجيدة. نقرأ اليوم على أمل أن نكتب غدا بقلم واحد وعقل واحد نصا واحدا جليا واضحا في كتاب الوطن، نصا يستلهم تاريخ لبنان ليرسم حاضره ومستقبله بأمل مشرق بما يحفظ وحدته الوطنية وعيشه الواحد بين جميع أبنائه. شكرا لحضوركم، عشتم وعاش لبنان.
كعادة النادي وتقديرا منه. إذن مشاهدين الكرام، استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 56. الرئيس ميقاتي قال بداية: يأتي هذا اللقاء في ظروف دقيقة جدا وأمام مخاطر واحتمالات تنعكس على الوطن وتقتضي خيار الاعتدال والوسطية، وهذه حكمة وفضيلة، والوطن يقوم على الشراكة. أضاف الرئيس ميقاتي: هذا الوطن لا يقوم على التخوين ولا على الرهان على المحيط ومتغيراته ولا التورط في أحداثه، بل بالنأي بالنفس عنه، فالإلغاء والإقصاء والقطيعة أمر مستحيل. وختم الرئيس ميقاتي: يجب الذهاب إلى الحوار الذي يحصن الوطن. هذا كان كل شيء. إلى اللقاء.